فندق توات هو فندق باش نعرفوه اولا، هو فندق عريق. اول مره دشنوه في 1982 دونك في الثمانينات، ومن بعدها حتى 2016 باش اعيد الترميم تاعو وتهيئته وتطويره. دونك الان قدره استيعاب تاع الفندق راهي 183 سرير بعد ما كانت 100 سرير. رانا نطمحوا يكون سيرفيس راقي، لانه جبنا ان ايكيباج طاقم متكون ومتخصص في كل مجالات الفلاقه. هذا الفندق سعره شهر دونك بقدره استيعاب تقدر باكثر من 180 سرير اضافيه للحظيره الفندقيه تاعنا. اذا ارتفعت القدره للايواء لدى المحليه على مستوى ولايه اضرار بفضل هذا الفندق الى 1000 لاكثر 1500 سرير اضافي جديد، بالاضافه الى خدمات جديده. شجعنا بكل قوه الاستثمار في المجال السياحي، وينتظر ان شاء الله خلال نهايه السداسي الاول لسنه 2021 استلام 34 مؤسسه فندقيه وخدماتيه سياحيه على مستوى الولايه، من فنادق ومخيمات وقرى سياحيه وشقق سياحيه الى غير ذلك.